متابعينا الكرام، نواصل الانطلاقه للشوط الثناعشر. هذا الشوط للابكار الفطامينه لمسافه 1500 متر. خلونا مع الشوط، خلونا مع الاندفاعها، خلونا مع الحضور، نودد على الاذاعه بالفايز. الشوط 12، هذا الشوط مخصص للقعدان الفطامينه. الفايز محمود بن حمد بن سعيدان الدرعي هو الذي يستلم مقدمة الشوط بهذا الانفراد. المركز الثاني نتابع فيها عندنا شاهين سلطان بن خليفة بن نجحية. المركز الثالث شاهين محمد بن عبيدة بن علي الدرعي. هذا النداء على الثلاث المراكز. خلونا مع الصدارة، خلونا مع الحضور. يا سلام الفايز، هل بيكون فايز بحضوره، فايز بجمهوره؟ محمود بن حمد بن سعيدان الدرعي صاحب الانطلاقة الأولى في هذا الشوط، والعصا مغروزة في الإبطان. خذ لفة على المركز الثاني، فارق كبير ما بينه وما بين المنافسين. يا سلام، بدون أي توامر يتقدم في هذا الشوط ويحضر بقوة. ومحمود بن حمد بن سعيدان الدرعي، الله يراعي الفايز، اسم على مسمى، فايز وفايز في عيون صاحبها وعيون جمهورها. سلام على هذا الأداء وهذا الحضور. خذ لفة على المركز الثاني والثالث، عذرا يا بقية المراكز. الفايز للصدارة حايز بهذا الأداء والناموس موصول. الراعي ورود حمد بن سعيدان الدرعي، سلام ابو محمود سلام. والناموس ينطلق راس وينهي راس، بلا منافس ولا منازع ولا منازع. محمود بن حمد بن سعيدان الدرعي، الناموس الراعي الفايز والناموس يراعي ورود حمد بن سعيدان الدرعي. التوقيت 2:17 جزء من الثانيه. المركز الثاني كان من نصيب سياف عبد الله بن علي بن نافع الكتبي. المركز الثالث شاهين حامد محمد بن حارب الدرعي. Thank you.